بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقلنا بعد أن تكلم الله عن المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، تكلم عن شيء آخر يتعلق بالمؤمن في ذاته من قبل أن يكون في حرب، فقال التائبون. وقلنا التوبة هنا معناها أنهم رجعوا إلى إيمان الفطرة بعد أن طرأ عليهم كفر الغفلة، وعبدوا الله، والعبادة معناها أن يطيعوا الله في كل ما أمر وأن يكفوا عن كل ما نهى. والحامدون الذين يستقبلون كل قدر الله عليهم بالرضا، لأن الذي يجري عليهم القدر ما دام أمرا لم يقع في اختيارهم فهو حكيم لا يجري عليهم إلا ما كان في صالحهم، وإن لم تستقبله النفس بالرضا، ولكن الرضا يأتي بعد أن ترضى تعرف الحكمة. اتقوا الله ويعلمكم الله. السائحون، وقلنا السياحة هي السير في الأرض، وقلنا إن السير في الأرض منه سير اعتبار لينظر في ملكوت السماوات والأرض ويستنبط من آيات الله ما يدل على تأكيد إيمانه بربه، وقد تكون سياحة استثمار بأن يضرب في الأرض ليبتغي من فضل الله. ولكن هذه المسألة سياحة الاعتبار وسياحة الاستثمار. سياحة الاستثمار خاصة بالذين يضربون في الأرض وهم الرجال، وسياحة الاعتبار أمر مشترك بين الرجل والمرأة، بدليل أن الله قال ذلك في وصف النساء: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. إذن فسائحات هنا معناها سياحة الاعتبار، أو السياحة التي تكون في صحبة الزوج الذي يضرب في الأرض. هنا قالوا إن السياحة أطلقت على الصيام، ولماذا؟ قالوا لأن السياحة تخرجك عما ألفت من إقامة في وطن ومال وأهل، والصيام يخرجك عما ألفت من طعام وشراب وشهوة. إذن فهو يشترك في هذا. إذن فالقدر المشترك بين الرجال والنساء إنما هو في سياحة الاعتبار وسياحة الصوم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون. كلمة الراكعون الساجدون يعني المقيمون للصلاة. ولماذا جاء بمظهرين فقط من مظاهر الصيام؟ الصلاة، مع أن الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود. قال لأن الركوع والسجود هما الأمران المختصان بالصلاة، وأما القيام فقد يكون في غير الصلاة، وكذلك القعود يكون في غير الصلاة. إذن فالخاصيتين هي ركوع وسجود. يا مريم اقنتي لربك وإيه واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي مع المصلين. إذن فاختصاص الركوع والسجود لأنهما الأمران اللذان يختصان بالحركة في الإيه؟ في الصلاة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. الآمرون بالمعروف، قلنا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
حيثية كون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأنه إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فليس بمعقول أن تنهى عن أمر أنت عنه بنجوى، ولا أن تنهى عن شيء أنت مزاول له. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صلاح أو هدى متعد من النفس إلى الغير بعد أن تكون النفس قد استوفت حظها منه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي أمرا آخر، هو أن تعرف المعروف الذي تأمر به وأن تعرف المنكر الذي تنهى عنه. إذن فلا بد أن تكون أهل اختصاص في معرفة أحكام الله ومعرفة حدود الله حلا وحرمة. أما أن يأتي أي إنسان كده ليدخل نفسه في الأمر ويقول أنا آمر بمعروف وأنا أنهى عن منكر، فأقول له لا يا أخي، لا تجعل الدين ولا تجعل التقوى أقل مهنة من المهن التي لا بد أن يزاولها أهل فكر ومتخصصون فيها الحافظون لحدود الله. والحدود هي جمع حد، وقلنا أن الحدود تأتي في القرآن على معنيين، على معنى المحافظة على الأوامر، وتلك يردفها الحق بقوله تلك حدود الله فلا تعتدوها، كل أمر يقول فيه ذلك حد الله فلا تتعد هذا الحد. وإما أن يكون في منهيات فلا يقول لا تتعداها، يقول لك لا تقرب منها، تلك حدود الله فلا تقربوها. الحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين الذين يسلكون هذا السلوك مطابقا لما اعتقدوه من اليقين والإيمان، لأن قد يوجد واحد يصلي ويوجد واحد يصوم زي المنافقين ما عملوا، إنما ده كله يبقى في إطار إيه؟ في إطار الإيه؟ الإيمان. وقلنا كلمة وبشر واستبشر والبشرى والبشير كلها مادة تدل على الخبر السار الذي يجعل في النفس انبساطا وسرورا، بحيث إذا رأيت وجه الإنسان وجدته وجها متهللا، البشرة بتاعته ناطقة بالإيه؟ بالسرور. وبعد ذلك يتكلم عن أمر شغل بال المؤمنين الذين لهم أبوة كانت في الكفر، ومن حقوق هذه الأبوة أن يستغفروا لهم لعل الله يغفر. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين أن رعاية حدود الله وحقوقه أولى من قرابة الدم. إياك أن تأخذك العاطفة الحنو والرحمة وتدعي أن ذلك من البر، ليه؟ لأن الله أولى بأن تكون برا به من أن تكون برا بأبيك. ولذلك يجعل الإيمان النسب في الإسلام نفسه، وليس النسب فيما ينحدر من الأصلاب ولا فيما يؤخذ من الدماء، لا، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى عرض لنا هذه القضية في قصة نوح وابنه، حينما قال إيه؟ إنه ليس من أهلك. ظن بعضهم أنه ليس من أهلك أنه مدسوس في النسب، وما كان الله ليخدع نبيا في عرضه، مش ممكن. إنما إنه ليس من أهلك أي في الإيمان، لأن بنوة الإيمان هي النسب وليست بنوة اللحم. ولذلك لما قال له إن ابني من أهلي عدل الله له ذلك وقال له إيه؟ إنه ليس من أهلك. فقال لأنه عامل غير صالح ولا لأنه عمل غير صالح؟ إذن فلو عمل صالحا يبقى ابنك، لو ما عملت صالح يبقى مش ابنك. إذن فبنوة الإيمان إيه؟ عمل بما آمنت به. فلا تقول أننا نبر، أنك لا، حين تقطعون بأنهم مشركون اوعوا تدعوا لهم ولا تستغفروا لهم ولا. ليه؟ لأنهم في خيانة اسمها الخيانة العظمى، والخيانة العظمى دي معناها إيه؟ الجريمة التي لا تغفر. إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
وسياسة الدنيا اللي احنا بنشوفه إذا جه واحد عايز يخرق نظام الحكم ونظام الدولة يبقى دي اسمه ايه؟ دي خيانة عظمى. إنما يمكن يتسهل له في أشياء تانية منحرف فيه دي تطبطب عليه معلش دي يتنفل. إنما تتكلم في الحكم تبقى شرطك سود. ما كان للنبي وقبل أن يحضر الأمر على المؤمنين في الاستغفار لآبائهم بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان للنبي يبقى إذا كان النبي ينهى يبقى أنتم من باب أولى مالكوش حق في الباب، لأن الله لو أراد أن يكرم أحدا من الآباء لأجل أحد فلأن يكرم آباء النبي إن كانوا غير مؤمنين خير من أن يكرم آباءك. ما كان للنبي، والكلمة ما كان فيه ما ينبغي. ساعة ما تسمع ما ينبغي لك أن تفعل ذلك يبقى أنت لك قدرة على أنك تفعله، بس ما يصحش منها تيجي منك. إنما تقول له ما كان لك أن تفعل يعني أنت مش مؤهل أنك أنت تفعل. واحد فقير قوي يقول إيه ما كان لك أن تشتري فيديو، يعني إيه أنت مش مؤهل أنك تجيب إيه فيديو. إنما يجي الواحد تاني يقولك ما ينبغي لك أن تشتري فيديو، يبقى عنده قدرة ولا ما عندهش قدرة. فهذا فيه فرق بين نفي الإمكان ونفي الانبغاء. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. كده هو قالك من بعد ما تبين له أنهم أصحاب الجحيم. تبين ايه؟ بان يموتوا على الشرك وعلى الكفر او يكون معهم اصرار، يبقى الامر الاثنين ما يصحش. هذه المساله اذا اطلقت يوم يجوا يحتجوا يقول لك ازاي امال ابراهيم استغفر لابوه؟ قال لهم لا ما تجيبوش الاعتراض هنا، وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه. قال له سلام عليك سأستغفر لك ايه انه كان بي حفية، يعني ربنا بيحبني ويمكن ايه يكرمني في الحكاية دي. لكن اقرأ بقى فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. وبعد ذلك يأتي بالحيثية الموحية بان ابراهيم له صفات، هذه الصفات صفات خير كتير قوي. ليه؟ قال لك لدرجة أن الله خالقه يقول فيه إن إبراهيم كان أمة. إيه يعني إن إبراهيم كان أمة؟ قال لك لأن خصال الخير لا توجد مجتمعة في واحد ولا في اثنين ولا في ثلاثة، بل خصال الخير موزعة على إيه؟ على الناس كلها. ده فيه الأمانة وده فيه الصدق وده فيه الشهامة وده فيه العلم وده فيه الكرم وده، ما يمكنش واحد يبقى إيه؟ جامع كده لكل خصال الخير. إذن فخصال الخير دائما ينصرها الله في خلقه حتى يوجد تكافؤ الفرص بين البشر، مش واحد كده ياخدها كلها، لا انت تبقى هذه وده يبقى هذه وده يبقى هذه، كل واحد كده. كالمهن كالحرف كالعبقريات كالمواهب، دي عبقريته في كذا وده عبقريته في كذا وده عبقريته، عشان ايه؟ حتى يلتحم المجتمع وما يوجدش واحد كده لوحده يعمل له ايه؟ يبقى مجمع مواهب. يقول له لا ما فيش مجمع مواهب، تاخد دي من ده وتاخد دي من ده عشان تبقوا ممسوكين ويا بعض كده مسكت حاجه. فبيقول ابراهيم كان امه، فالخصال التي تتفرق في الامم من خصال الامه من خصال الخير جمعت في مين؟ في ابراهيم. ادي معنى ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. وبعد ذلك يعطينا هذه الحيثيه، يقول ما دام امه جامع لصفات الخير بالشكل ده، ساعة يعطيه الله أمرا ينفذه بعشق، مش ينفذه علشان بس التكليف كده عشان يرميه من على ظهره، لا ينفذه بإيه؟ بعشق. وإذ ابتلى اقرأ إن شئت قول الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني مش فيها على الإيه؟ على التمام. فلما أتمهن أراد الله أن يكافئه. أنت مأمون على أن تكون إيه؟
إماما للناس. إن أتمون قال إني جاعلك للناس إماما، قدوة. ومعنى القدوة أنه يشترك مع الناس في أنه بشر ولكنه جاء بخصال الخير الكاملة، إذن فيبقى أسوة للناس. ما فيش واحد يقول لك لا ده ملك ده هو عمل كده لأنه طبيعته غير طبيعته، لا. إني جاعلك للناس إماما أي أسوة وقدوة، لأن الأسوة والقدوة يشترط فيها أن تكون من الجنس نفسه. ما يجيش ربنا يعمل للبشر أسوة من الملائكة. ليه؟ لأن واحد يقول لك طب أنا أقدر أعمل زيه، ده ملك. ولذلك هذا مما يبطل دعوى الألوهية لعيسى. لما عيسى يقول اعملوا كما أعمل لتصلوا إلى الرب، إلى رضا الرب كما أحب أن أصل مثلا، يقولوا لا لا ما تروحوا احنا نبقى زيك. طب ده انت لا، طب احنا نبقى زيك ازاي؟ اذا كونوا اله ينقض انه ايه؟ انه اذا لابد في الاسوه من الايه؟ من الاتحاد في الجنس عشان يبقى ايه؟ يفتحوا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في عرض هذه القضيه يقول ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا؟ يعني متعجبين ان ربنا يبعت ايه؟ بشر رسول. قل لهم انتم مش فاهمين، قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. انما ده انتم بشر، مش لازم نجيب لكم بشر عشان الاسوه تنفع. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا برضه، ولا لبسنا عليهم ما ايه؟ ما يلبسون. فحينما اتم ابراهيم ذلك، ولذلك انظر الى قول الحق واذ يرفع ابراهيم القواعد من الايه؟ طيب الله امره ان يرفع القواعد، القواعد من ايه؟ من البيت. معنى رفع القواعد يعني ايه؟ يعني ايجاد البعد الثالث، لان الحاجه ما لها طول وده بعد واحد، طول وعرض يبقى بعدين يدي مساحه، ارتفاع يدي ايه؟ حجم. يبقى اذن عندنا ايه؟ الابعاد اهي، طول وعرض يدي مساحة. لما ترفع الطول والعرض دول شوية كده يبقى يدي ايه؟ يبقى يدي حجم. ولذلك احنا لما بنجي نجيب المساحة، اما بنجيب الطول بنقسم المسطرة طولي كده، لما نجيب المساحة بنضرب الطول في العرض، لما بنجيب الحجم بنعمل بنضرب الطول في العرض في ايه؟ في الارتفاع. يبقى اذا واذ يرفع ابراهيم القواعد يعني بيعمل البعد الهو البعد الثالث. يجي بقى السطحيين يقولك ده هو اللي بنى الكعبة، ما بناش الكعبة ولا حاجة، ده هو ايه؟ ده رفع القواعد، بدليل انه حينما جاء هو وامرأة هاجر ومعهم الرضيع اسماعيل قال ايه؟ ربي ربي، لا الاول قال ربي اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طب عند بيتك المحرم تقول لي على ان البيت معروف هنا ولا لا؟ طب ده لما يرفع ابراهيم القواعد قال له اذ يرفع ابراهيم القواعد من بيته واسماعيل، يبقى كان اسماعيل ايه؟ كبير يقدر يشتغل وياه، لكن لما كان رضيع كان عند الايه؟ عند بيتك الايه؟ بيتك المحرم. ولذلك نقول له لا، فيه فرق بين المكان وبين المكين. الذي فعله ابراهيم المكين اللي هي المباني دي، انما المكان طب هب ان الكعبه سيل حملها الى اي شيء نصلي؟ فيه سيل شال الكعبه كده وما خلاها لمكانها لجوها. يبقى اذا البنايه والعمليه دي للايه؟ مش للمكان، للايه؟ للمكين. طيب وبعد ذلك لما يجي يتكلم عن الكعبه يقول لك شوف الميزه بقى ايه؟ فيه ايات بينات، ايات جمع وبينات جمع. طب عايزين بقى شويه ايات كده يا ربنا قول لنا عليها كده. لم ياتي من الايات البينات الا مقام ابراهيم، فيه ايات بينات، وبعدين كنا ننتظر انه يجيب لنا شويه ايه؟ شويه ايات، ما جاب لناش الا ايه؟ مقام ابراهيم. ده مجموع الايات. ليه؟ طب الله امره ان يرفع القواعد، وبعدين لما يحب يرفع القواعد الدين الامكانيات في الرفع ايه؟ لو رفعها على قدر ما تطول يده يبقى أدى الأمر ولا ما أداش؟ لكن هو عايز يرفعها مبالغة في الرفع. أم قاعد يفكر
طب عايزين نرفعها اكتر من كده شوي يا سيدي. قال لك ربنا يرفع القواعد بامكانيات طولك الى ان تصل خلاص. ام قال ده احنا نختال ونجيب حجر تاني كده نقف عليه عشان نزود الكعبة ايه قيمة الكعبة قيمة الحجر. الله اكنه بينفذ الامر بايه؟ بعشق. وبده يعمله على ايه؟ على اصل. فلذلك قال فيه ايات بينات مقام مين؟ مقام ابراهيم. ده ايات واضحة على ان الانسان اذا كلف امرا مش يكلفه كده علشان بس ينفذ الموضوع، لا، يكلفه بايه؟ بعشق، ويحاول انه ايه يزيد فيه. فاعطى في هذا الحكم الفرض والزائد عن الفرض وهو النافله. هنا بقى قضيه. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين انه عدو له انه عدو لله تبرأ ايه منه. ان ابراهيم لأواه حليم. أي الوقفة هنا بقى؟ إبراهيم الطبع بتاعه أنه أواه وحليم. الأواه هو الذي يكسر لازمة من لوازم التوجع والتأوه، لازمة من لوازم على نفسه مخافة من الله وعلى الناس إن شاف عنهم معصية ولا ده هيتعذبوا يا عيني. الله شغل نفسه بالايه؟ لان وظيفته ايه؟ الشغل فطرته ايه؟ اواه. وكون اواه ديا لون من السلوى يجعله الله يجعلها الله في بعض عباده للتسلية عن بعض عباده. ولذلك الشاعر يقول لك ايه؟ اذا اصابت المعهد مصيبة وقوية عليه يقول ولا بد من شكوى الى ذي مروءته. يعمل ايه ذي المروءة لما تشتكي له؟ يواسيك او يسليك او يتوجع، على الاقل يقول يا عيني عين عليك الله يرضى الله. هي دي سلوى؟ قال لك هي دي سلوى. يواسيك يشيل عنك المصيبة، يسليك يقول لك معلش ده حصل كذا وحصل كذا وفلان حصل له كذا، مش غادي اللي على دي ولا دي. يعمل ايه؟ يقول يا عيني ويتأوه له. اذا التأوه دي علامة ايه؟ رقة شفافية الرأفة والرحمة في النفس البشرية. فإبراهيم أواه، لأن أواه ده طبع فيه يبقى للناس كلها. فما بالك إن كان لقريب له تبقى أكتر شوية. طب فإن ما بالك إن كانت لأبيه تبقى أكتر أوي. يبقى لما تكون أكتر أوي ومع ذلك وقف الله أمام طبع إبراهيم في أواه واوى إلى آخره وقال له لا، اوعى تستغفر له ولا تبقى ليك دعوة به. الله. اذا المسألة الطبع مش هو اللي بيه، رب الطبع هو اللي بيه. هنا بقى وقفة احب ان تصفى لا بيني وبينكم، ولكن ان تصفى بين مدارس العلم والعلماء في العالم كله، لانها عاملة عندهم مشاكل وتصار فيها اقضية. ان ابراهيم أبوه الله منعه أن يستغفر له لأنه تبين له أنه عدو لله، ومدام أبوه بالشكل ده يبقى معناها أن رسول الله من إبراهيم وإبراهيم من ذلك الإيه؟ العدو. يبقى إذن القول الرسول أنني خيار من خيار من خيار تنقض المسألة دي. ومدام أبو إبراهيم كان عدو لله وأن تبرأ منه قال له ما تستغفرش، يبقى دخل في نسبه صلى الله عليه وسلم عدو لمين؟ لله. يبقى قوله خيار من خيار من خيار، وقوله ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات منقوضة بالحكاية دي. نقول له بقى عايزين نصفيها كده تصفية علماء مش تصفية غوغاء. علماء نشوف كده ما هو الأب؟ الأب ده اسمه إيه؟ مين هو الأب ده؟ الأب هو من نسلك، يعني اللي أنجبك، أو نسل من نسلك إلى آدم. يبقى في أب مباشر اللي أنا ولدت له، وأبوه يبقى برضه أب ليه، مش كده ولا لأ؟
إلى أن تنتهي لمين؟ يبقى ما هو الأب؟ هو من نسلك أو نسل من نسلك، ده الأب اللي احنا نعرفه على الأول. لكن نجد أن القرآن حينما تعرض لهذه المادة أغنى الصور بالتعرض لهذه المادة صورة يوسف، لأن مادة اللي جت 26 مرة في الصورة، المادة الأب دي والأبوين والمش عارفين. فمثلا أول حاجة كده يوسف قال لأبوه إيه؟ يا أبتي إني رأيت إيه؟ رأيت أحد عشر كوكبا، يا أبتي أدي واحد خلاص. وبعدين قال له إن ربنا حيكتبيك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك كما أتمها على مين؟ على أبويك من قبل، من هم؟ إبراهيم ومين؟ وإسحاق أظن، إبراهيم وإيه؟ وإسحاق. يبقوا كم مرة دلوقتي؟ يا أبتي إني أرى في المنام إيه؟ 11 كوكبا، وبعدين إيه؟ ربنا هيفتح عليك زي ما عمل لمين؟ لأبويك. وبعد أدي اثنين، وبعدين جت الثالثة قال إيه؟ لقد كان ليوسف وأخوته في يوسف وأخوته آيات للسائلين، إذ قالوا إيه؟ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. بقت كم مرة دلوقتي؟ أدي ثلاثة. ونحن عصبة إن أبانا، بقت كام؟ أربعة. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم، بقت كام؟ خمسة. عايزين يمهدوا للعملية، يا أبانا ما لك لا تأمننا على مين؟ بقوا كام؟ عدوا كده ستة. أرسله معنا إيه؟ يرتع ويلعب وإحنا هنحفظه مش عارف إيه. وجاءوا أباهم سبعة عشاء يبكون، قالوا إيه؟ يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند إيه؟ متاعنا. بقوا كام؟ هذه تمن. سيب الحتة دي بقى مع أخواته ورموه في الجب ومش عارف إيه ومرأة وخدوه العزيز ومش عارف إيه، إيه اللي حصل؟ لما دخل معه السجن فتيان، الفتيان قالوا ده احنا نراك من المحسنين، والله احنا شفنا رؤى بذات ايه تفسرها لنا. لا لسه عايزين تفسر لنا لاننا نراك من المحسنين، دي قضيه. قال لهم انتوا ايه يعني؟ شفت ماذا رايتم من احساني؟ ده انا عندي حاجات كتير قوي من اسرار الله. لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويل، ده بيزود. هم شافوه محسن في تصرفاته السلوكيه، قال لا لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ذلكما مما علمني ايه ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون ايه واتبعت مله ابائه ابراهيم واسحاق ويعقوب، مش كده؟ ابراهيم واسحاق ويعقوب، ادي الايه الثلاثه. بقت كام دلوقتي؟ بقوا تسعة. وبعدين ايه اللي حصل بقى لما راحوا امرأة العزيز والعملية دي؟ وبعدين جت بقى الجدب وجت المش عارف ايه، وراحوا علشان ايه؟ يروحوا يجيبوا الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ادي واحد خلاص كده. لما قال ائتوني بأخ لكم من ايه؟ قالوا سنراود عنه أباه، مش كده ولا لا؟ فلما رجعوا إلى أبيهم مش كده؟ قالوا يا أبانا، مش كده؟ الله، المسألة دي كلها. وبعدين تنهم ايه؟ رايحين لإيه؟ هنا جم في القصة الثانية، قالوا ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاء ائتوني بأخ لكم من أبيكم، جعل السقاية في إيه؟ في رحل أخي. وبعدين قالوا أوه جاب الأخ سرق ومش عارف إيه، لأنه يقول أن يسر فقد سرق أخ له من قبل، والعملية اللي عمل إيه؟ اللي عملوها دي. أم قالوا له طب ما جزاؤه إن وجد الصاع في اللي؟ قال لك جزاؤه من وجد فهو جزاؤه، ناخده اللي يسرق حاجة بناخده بقى بتاعنا. قال إن له أبا إيه؟ فاجعل أحدنا إيه؟
مكان إن له أبا شيخا إيه فاجعل أحدنا إيه قال لا معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ونعتد إما النشفان لا لا ما ينفعش دي. طيب إيه اللي حصل بقى؟ ارجعوا إلى أبيكم خلاص؟ ارجعوا إلى أبيكم قبلها إيه؟ الولد الكبير قال إيه؟ لا ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. الله كويس كده. وبعدين قال ارجعوا فقولوا يا أبانا وما شهدنا إلا بما علمنا إلى أن إيه قال الحكاية دي. قعد الرجل يقول انتوا سولت لكم نفسكم أمر ومش عارف إيه والحكاية إيه اللي حصلت دي. وبعدين إيه اللي حصل؟ مش قال لهم إيه اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه لما راحوا وبعدين فعرفهم وهم له إيه منكرون مش كده ولا لأ؟ لما عرفهم وهم له منكرين إيه اللي حصل بعد كده؟ قال لهم قال لا اذهبوا قالوا له ده أبوه عينيه عيني اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه إيه؟ أبي خلاص. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح إيه؟ يوسف مش كده ولا لا؟ وبعدين لما دخل رفع أبويه على الإيه ولما دخل عليه إيه آوى إليه أبويه وبعدين إيه رفع أبويه على العرش وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. شوف كلمة مرت كم مرة. اللي يهمنا في الحكاية دي كلها إيه؟ آيتين اتنين. أما الآية الأولى فهي قوله سبحانه إن ربنا هيمن عليك ويفتح عليك كما فتح على مين؟ على أبويك من إيه من قبل إبراهيم ومين؟ وإسحاق. أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إسحاق هو إيه؟ لا إسحاق ده أبو يعقوب أبو يبقى الأب الثاني يعني وإبراهيم الأب الثالث مش كده ولا لا؟ طب ولما قال واتبعت ملة إيه؟ آبائي. آبائي دي جمع ولا لا؟ جمع. واتبعت ملة آبائي وآبائي جمع أب وأب وأب. ساعة ما جه يفسر الأعلام اللي هي آباء دي قال إيه؟ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طب يعقوب ده الأب أبو يوسف مباشرة وإسحاق أبو يعقوب وإبراهيم أبو إسحاق ده كلام طبيعي ولا لا؟ إذن إبراهيم أبو ما هو مدام اتبعت ملة آبائي وبعدين جاب الثلاثة دول قول يبقى إبراهيم وإسحاق ويعقوب أب. خلاص كده. طيب إذن ما جاش سيرة يعقوب في الصورة إلا في دي ليه؟ لأنه أي الآباء ثم عد الأول والثاني والثالث كان لازم يجيبه. إذن فالأب يطلق على الجد خلاص وجد الإيه الأب إلى آدم. لكن إذا نظرت في سورة البقرة تجد إيه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك أهد زي آبائك عدهم بقى كده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم آحاد. يبقى إبراهيم أب ولا لا؟ وإسماعيل أب وإسحاق لكن إسماعيل أخا لإسحاق. فإن كان إسماعيل هو اللي أب يبقى إسحاق مش اللي أب. يبقى أطلق الأب هنا وأريد منه مين؟ العبد. إذن إذا أطلقت كلمة الأب بدون فلان تنصرف إما إلى الجد وإما إلى العم. خلاص كده. فإن جاءت بفلان إن جت من غير فلان يبقى تنصرف إلى مين؟ للأب الأصلي بس. تعال بقى وإذ قال إبراهيم لأبيه
هو سكت كده وقال لأبيه، لو قال لأبيه بس كان يبقى أبوه هو أبوه اللي إيه اللي نسعله، إنما قال لأبيه آزر. خد بالك إن لأبوه مين اللي هو من بقى، لو أن أبوه حقيقة كان يقدر يقول آزر؟ لو أن إنسانا جاءك وقال لك أين أبوك أو أبوك في البيت، تنصرف إلى من؟ طب فلو قال لك أبوك محمد هنا يبقى انصرفت لمين؟ يبقى قول الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بينت أن آزر ليس هو الصلب الذي انحدر منه رسول الله، ولكنه عم لمين؟ عم لإبراهيم. وبذلك ينحل الإشكال وينحل لنا اللغز اللي داوش الايه اللي داوش الدنيا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه، لا جاب بقى لأبيه كده من غير حاجة لأنه بين لنا أن أبوه مين، بس عرفنا أن أبوه مين بقى أزهر. وإذ قال إبراهيم لأبيه، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه إيه حليم. الحليم برضو خلق يوحي للإنسان بأن يصب أن يكون صبورا على الأذى صفوحا عن الذنب. شغل صحابة رسول الله بإخوانهم المؤمنين الذين ماتوا قبل أن تكتمل عندهم أحكام الإسلام، لأن الإسلام نزل في كم سنة؟ 23. نقوم نقول له وهل المفروض في من آمن أول من آمن أن يأتي بكل محكام الإسلام، لأن يأتي بإسلام عصره زمانه اللي وصلت لحده، وقد لا يأتي بواحدة منهم منها ويعتبر مسلم. مخيريق اليهودي ماذا صنع؟ ما صلاش ولا ركعة في الإسلام، وبعدين قامت الحرب فقال أنا مالي كله لمحمد وأنا سأذهب لأحارب إيه؟ لأحارب. حارب فقتل، يبقى ما عملش إيه؟ ما عملش إيه؟ لا مكن زمنا من أن ينفذ ما جاءه الإسلام قبل ذلك، فمن باب أولى الذي مات قبل أن تتم أحكام الإسلام، يبقى إسلامه إيه؟ ما عاصره ما جاء. الذي مات قبل أن تحرم الخمر تحريما نهائيا، يقال أنه الذي مات قبل أن يعلم أن القبلة حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، قال لا ما تحزنوش على هؤلاء. ليه؟ ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. اللي احنا بنقول عليها في عرف التقنين البشري، ما فيش واحد يعمل حاجة كده ونمسكه ونقول له انت عملت دي ده جريمة هنعاقبك على دي، تقولوا مين قال انها جريمة؟ كان لازم تبين لي ايه من قبل الحكاية ان دي ايه جريمة. اذا ما فيش ابدا عقوبة الا بتجريم، ولا تجريم الا بنص، لازم ينص. تبقى المراحل ايه؟ هنعاقب، لابد أن نعاقب على جريمة. من الذي يقول إنها جريمة؟ النص. النص إمتى؟ قبل ما تقع منك، مش بعد ما تقع نيجي نقول إن أنت عملت كذا، لا. ولذلك إحنا نقول لك وينشر في الجريدة الإيه؟ في جريدة الوقائع، عشان خلاص. يبقى إذا لا تجريمة، لا عقوبة إلا بتجريم، ولا تجريمة إلا بنص. الذي لم يبلغه النص لأنه مات قبل أن يوجد النص، أنا أخذه بجريمة قبل أن يأتي النص؟ ما فيش يا أخوة عندنا حاجات اسمها رجعية، ما فيش حاجات اسمها إيه الرجعية دي عند البشر، الرجعية إيه؟ لذلك كل حاجة أقول لك إلا ما قد إيه إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف على الأول. يبقى إذن لا تحزنوا على من مات من إخوانكم قبل أن يستكمل الإسلام كل أحكامه، بل إسلامهم ما بلغهم من هذه الأحكام، فإن أدوها استووا بالذي يؤديها بعد أن تتم إيه أركان الإسلام إيه كلها. وما كان الله ليضل أن ينسب قوما إلى الضلال بعد أن هداهم للإسلام حتى يبين لهم
يقول له دي جريمة ما تعملهاش ودي طاعة اعملها. يبقى إذن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إلى الإسلام حتى بعد إذ هداهم أي إلى الإسلام حتى يبين لهم ما إيه ما يتقون. إن الله بكل شيء إيه بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض. مادة الميم واللام والكاف بيجي فيها مالك ويجي فيها ملك ومنها ملك ومنها ملك ومنها ملكوت. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ مالك وملك 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 خلاص وملكوت. طب ايه الفرق دي؟ الملك هو ما تملكه انت في حياتك، ده ملك. فان كان في حد يملكك انت ومن معك ويملك غيرك ده يبقى ايه؟ الملك بقى، مش مالك، يبقى اسمه ايه؟ ملك. طب ويبقى الملك هو ايه؟ اتساع المقدور للانسان اللي يدخل في سياسته وتدبيره، ده اسمه ايه؟ ملك. بس يكون ظاهر، أمور ظاهرة. طب والملكوت هو ما لله في كونه من أسرار خفية. خلاص كده يبقى عندنا إيه دلوقتي؟ ملك وملك وملكوت. دي ملك في مالك وملك في إيه؟ ملك. والملكوت هي الأمر. وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات. ساعة ما تشوف التيه المبالغة دي زي رهبوت وعظموت، يعني رهبة عظيمة إلى آخره، يعرف إنها للإيه؟ للمبالغة. إيه يعني الحكاية دي؟ قال لك إياك أن تفهم أن الله حين يمنعك أن تستغفر لآبائك وإنك أنت تقطعهم وإنك أنت مالكش دعوة بهم أن ذلك يخل بوجودك في الحياة. ليه؟ لأنهم هم واللي يشدد لهم زي ما بيقولوا داخلين في ملك مين؟ في ملك الله. وما دام الله له الملك والسماوات والارض يبقى لا يضيرك من بعده، لا يفوتك مع الله فائت. ما دام ربنا موجود يبقى كل حاجه ايه؟ سهله. فبيقول ان لله ملك السماوات والايه؟ والارض. ثم جاء بالامر الذي يظهر فيه اثر القدره ولا يشارك في غيره. قال لك يحيي ويميت. العلماء لما جم في يحيي ويميت قالك يحيي الجماد ويميت الحيوان، هذه اللي قالوه. ظنوا ان الحياه هي الحس والحركه اللي انت بتشوفها كده، لان لما يكون واحد بيتحرك وبيتكلم وبيروح ويجي وبعدين يموت امتنع حسه، حس وحركه. أما لك لا، الحياة هي ما أودعه الله في كل ذرة في الكون مما تؤدي به مهمتها. يبقى الرملة فيها حياة والجبل فيه حياة، كل شيء فيه حياة بنص القرآن. ليه؟ أم قال لك لأن أنت لما تيجي تقرأ القرآن، ما هو المهم أننا نقرأ القرآن كله إيه؟ ويا بعضه كده يقول ايه؟ ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك. الله، يبقى اذا الحياه مقابلها ايه؟ والحياه يقابلها في ايات ثانيه الموت. يبقى الهلاك هو ايه؟ هو الموت. اقرا بقى الايه، ليحيى من حي ايه ويهلك من هلك عن ايه. يبقى اذا الهلاك مقابل مين؟ مقابل الحياة. والموت مقابل مين؟ يبقى الموت هو ايه؟ هو الهلاك. خلاص خلصنا من دي. فإذا قال الحق سبحانه وتعالى، شوف القرآن عامل ازاي بعضه، فإذا قال الحق سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء ما دام كل شيء هالك إلا وجهه، يبقى كل شيء قبل أن يكون هالكا كان إيه؟ كان حي. يبقى الحياة مش هي الحس والحركة
ولذلك دلوقتي هو لما يجيبوا مثلا ميكروسكوب كبير ولا مجهر ويحطوا على ورقه ولا على اي, شوف بقى العوالم اللي ما هوش شايفها وتتحرك وبتروح وبتجري ومش عارف ايه, نقطه الدم تشوف فيها الامان. الله, ايه الحكايه دي؟ اذا انت بتفهم الحس والحركه اللي انت بتدركها, ولكن في حس وفيه حركه تدركها الالات الدقيقه اللي انت ابتكرتها. واذا كان الانسان قد توصل بالالات التي ابتكرها الى ادراك الوان كثيره من الحياه فيما كان يعتقد انه لا حياه, ايه, لا حياه فيه, يبقى اذن كل شيء في الوجود له حياه ولا لا؟ كل شيء في الوجود له حياه, بس حياه ايه؟ تناسبه. ازاي؟ ام قال لك يجيب مثلا شويه معدن يقول لك ايه ده المعدن ده ايه؟ اتاكسد. ايه اتاكسد يعني؟ يعني اتغير عن الاول, معنى اتغير يعني في تفاعل, معنى في تفاعل. هي دي الايه؟ هي دي الحياه. والى لقاء اخر ان شاء الله.